بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم أجينا نعمل على الغداء بطاطا بالكفتة، يعني واتفاجأنا لقينا البطاطا اللي في البيت المحطوطة في سلة الخضار ما يعني مزرعة زي ما انتم شايفين، وهذه طبعا ما بتنفع للأكل. احنا بدنا ناخدها ونعمل فيها فيديو قصير كيفية زراعة البطاطا. شايفين لها حوالي 3 أسابيع هذه البطاطا اللي في ايدي، والتانية هذه مزرعة حوالي لها أسبوع. هناخدها هنعمل عليها فيديو كيف نزرع البطاطا داخل الصيص. طبعا انتظروني كمان شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل معكم زي ما قلنا في المطبخ. هذول النتوءات البطاطا، شايفين يا جماعة نتوءات البطاطا، هذول هن اللي راحين نزرعهن. طبعا بناخد الحبة وبنقسمها شطرين. بسم الله. هاي الدرنات البطاطا اللي رايحات نحطهن في التربة. طلع لي هنا يابا، فيدي فيدي وين. هاي نتوءات البطاطا اللي رايحين نزرعها. طبعا احنا رايحين نزرع، بنخلي هذه في الاسفل والنتوءات الخضار تباعهن للاعلى، عشان من هنا راح يطلع الزرع تبعنا، هيطلع الساق والشجرة والأوراق. هي هذه حبة كبيرة نقسمها على 3. نقدر ناخذ كل نتوءة واحدة فيهن نزرعها، بس احنا بدنا نستغلها كلها ونعملها هيك عشان بكرة، وإن شاء الله حنتابع معاكم مراحل نموها في الأسابيع القادمة. شايفين يا جماعة هذه نقسمها بالطول زي كده. هاي فيها نتوءات، أي براعم البطاطا. طبعا البطاطا ملهاش زريعة، هذه لقيناها من الخضروات اللي بنستعملها في البيت. هذه آخر واحدة بنقسمها هيك. هذا عمال بتطلع براعم، واحدة هنا وواحدة هنا. احنا نختارها تنزرع زي كده وتطلع هذه للأعلى. والآن نباشر معاكم أعزائي المتابعين كيفية زراعة نتوءات البطاطا. طبعا بنجيب قصيص، طلع لي هنا، بنجيب قصيص هذا، ارفع ايدك فوق. بسم الله. وبنيجي نحط الدرنة هيك، نضعها في التربة، بنخلي الدنة تاعتها إلى الأعلى. هذه قطعة، وبنجيب معها قطعة أخرى، نضعها هكذا ونطم عليها برمل إشي خفيف. نحط عليها طبقة من الرمال. طبعا حنتابع كل 3 أسابيع حنتابع كيف نمو الخضري لدرنات البطاطا اللي احنا زرعناها. بنجيب واحدة كده وبنيجي هنا. طلع لي هنا، اطلع فوق. ايوه ارفع ايدك فوق يا بابا. هنا واحدة وهنا واحدة، بنجيب لنا واحدة
دي اللي حكينا عليه، نخلي تنتين فقط. نغطيها برمل خفيف يعني. طبعا البطاطا يا جماعة بدها تزقي كل يوم، وأحسن فصل لزراعة البطاطا في الخريف. البطاطا بتنزرع مرتين في السنة، في من الخريف إلى الربيع، وفي من بعد الربيع للصيف. طبعا العائلات وحتى كل الدول تقدرش تستغنى عن ثمرة البطاطا، لأنها ثمرة رئيسية في المائدة. طبعا بنجيب الدرن الكبيرة هذه، ناخذ معها واحدة من هنا، تعال معي هنا، وبنضعها بالشكل كده، بهذا الشكل. دائما نحرص انه يكون النتوءات الى الاعلى. بنجيب طبقة من التربة مع الخفيف. طبعا احنا قلنا حنتابعها في الاسابيع القادمة، وبنصور عليها ان شاء الله فيديوهين اثنين. ومدة البطاطا يا جماعة حوالي 120 يوم، يعني 4 اشهر، عشان تعطينا ثمار جيدة. وان شاء الله رايحين نستهمدها في الايام القادمة وفي الاسابيع القادمة بسماد عضوي. وهذا السماد العضوي احنا عملناه قبل فترة، يعني حوالي 8 شهور او منذ بداية القناة. طبعا هترك لكم الوصف في اسفل الفيديو. طبعا هذه تربة غنية بالمواد العضوية، من قشر البيض وقشر وتفر القهوة والشاي وبعض الخضروات اللي جففناها في أول السنة. طبعا ظل معانا عينة هنعملها الآن في آخر حبة. طبعا بعد 120 يوم 4 اشهر هيتم عملية قطف ثمارها، وهي ثمارها طبعا في الأسفل بتكون. الآن بنسقيها روية كاملة. بسم الله، الله يدفوه. نعطيها روية كاملة، يعني روية غمر، حتى تنبت معانا الدرنات. بعد ما تنبت الدرنات خلاص بنتركها براحتها. طبعا في الشتاء الري مش راح يكون باستمرار، لا، ما حدش يقول وقتيش نسقي وقتيش نعمل كذا، لانه الري بعد ما تنشف التربة من سطحها الى النهاية.
هاي الخور. طبعا ابن عبد الوهاب يساعدني في التصوير. أعزائي المشاهدين، نأتي الآن على نهاية الفيديو لنهار اليوم. لا هذه خلاص. نعطيها غمرة كويسة. نأتي الآن على نهاية الفيديو لنهار اليوم. طبعا ما تنسوناش الاشتراك ودعم الفيديو باللايك والمشاركة. ما تنسوناش من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.